السلام عليكم، صباح الخير. نكمل في الأسئلة اللي وردت في إحدى المقابلات الوظيفية لمهندس كهرباء في شركة أرامكو. السؤال الثالث يقول إيش هي وحدة التردد أو الفريكوانسي؟ طبعا السؤال بالإنجليزي حيجي اللي هو What is the SI unit for frequency؟ SI unit اللي هو International System يونت اللي هو الوحدات العالمية. إيش هو التردد وإيش هي الوحدة الخاصة بالتردد؟ وأيضا ما هو التردد في السعودية أو كم هو التردد في السعودية ولماذا هو بهذا الرقم بالذات؟ ليش ما هو رقم آخر؟ هذه هي أو هذا هو السؤال، لكن هو حقيقة سؤالين، لكن أنا وضعته في سؤال واحد. السؤال طبعا ما هو صعب، بسيط، لكن هذه هي الأسئلة اللي تسأل حقيقة في المقابلات الشخصية، لأنه هم يقيسوا المعرفة والمعلومة اللي عندك وليس يعني مسألة تعقيد. فما هو ما هي وحدة التردد اللي هي الـ unit of frequency في الـ SI اللي هي الهيرتز، نسبة إلى العالم هيرتز، راح أكتبها هنا. ليش؟ لأنه في بعض الكتب ممكن إنها تعبر عن وحدة التردد بالسايكل بير سكند اللي هي دورة في الثانية، في أيضا بعض الأشياء الميكانيكية بالدورة في الدقيقة RPM، فكلها تعني نفس الشيء اللي هو تردد، لكن إحنا نتكلم عن الفريكوانسي الكهربائي وبالإس آي يونت اللي هو الهيرتز. وحدة التردد أو الفريكوانسي هي الهيرتز زي ما هو واضح هنا. طبعا ايضا الهيرتز نفسه هو يساوي 1/second اللي هو مقلوب الثانيه، او راح اكتب لك هنا بالانجليزي. اما السؤال او الجزء الاخر من السؤال، ايش هو التردد في السعوديه؟ التردد في السعوديه معروف اللي هو 60 هرتز. طبعا السعوديه وامريكا وجزء من اليابان يكاد يتميز عن العالم كله بهذا النوع من التردد، بقيه العالم يستخدموا 50 هرتز. السؤال ليش صار عندنا في السعودية 60 هرتز؟ حسب المعلومات التاريخية اللي أنا شخصيا أعرفها واللي أعتقد أنها صحيحة وأقرب للصحة، هو لأنه بداية الكهرباء كانت في شركة أرامكو، وبداية شركة أرامكو كانت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمعظم الأجهزة الجنريتورز والمعدات اللي كانت تجينا كانت تجي من أمريكا، فمن هنا نشأت أو انتقل الهيرتز أو التردد اللي كان في أمريكا وصار سائد عندنا في السعودية. هذا هو السبب من ناحية ليش 60 هرتز مو 50 هرتز. لكن السؤال الآخر، ليش 50 أو 60 هرتز بالذات؟ الحقيقة اختيار التردد ما بين هذه القيم 50 و60 هرتز تاريخيا له قصص، ولكنه هو تجاريا كان هو السبب الأكبر. لكن علميا أو تطبيقيا، إذا اخترنا ترددات أعلى بكثير من 50 و60، خلينا نقول على سبيل المثال 90 أو 100 هرتز، في هذه الحالة الأجهزة والمعدات الدوارة راح تظهر لنا إزعاج عالي جدا، يعني راح يظهر فيها صوت مزعج جدا، وهذا الصوت قد يؤدي إلى يعني عدم راحة المستهلك أو العميل. هذا في السبب ليش احنا ما نختار تردد عالي، انه راح يسوي لنا نويز او اشارات مزعجة. اما وجدوا انه ما بين 50 و60 انه اقل ازعاج ممكن انك تحصل عليه، بل انه يكاد يكون غير مسموع بالنسبة لنا كبشر، وهذا مهم. اما السبب في ليش ما اخترنا ترددات اقل من 50 و60، يعني اخترنا 20 هرتز او 15 او 30، هو انه راح تسبب لنا مشاكل في الاضاءة، حاجة تسمى الفليكرينج او التذبذب في الاضاءة، يعني حتصير تشوف اللمبة تومض، وهذه حتسبب بسبب ايش؟ انه صار التردد اللي شغالين عليه اللي هو 20 او 15 قريب من القدرات اللي يستطيع العين او عقل الانسان انه يلحقها، يعني بالتالي حتشوف تردد التيار واضح جدا على شكل فليكرز أو وميض. أما في الترددات 50 إلى 60 فأكثر، فالفليكرز ما يلحق عقلك أو عينك ما تلحق تشوفها. إحنا نعرف إنه الفريكوانسي أو التردد هو يعني إن التيار يروح
للحمل ثم يرجع للمصدر رايح جاي أو متردد، يعني حيمر بنقطة الصفر أو الانطفاء. إذا الترددات المنخفضة عيوننا قادرة إنها تنتبه لها أو تميزها، في خصوصا في الإضاءة، وهذا الشيء ما هو كويس حقيقة، لأنه راح تصير الإضاءة مزعجة عندك في البيت أو في المكان اللي أنت تستخدم فيه إضاءة. هذا الشيء كل ما رفعنا التردد عقلنا أو عيوننا، وبالتالي ما راح تقدر تميز الانطفاء اللي يمر في اللمبة، اللي هو نعرف إحنا التيار يمر بنقطة الصفر 60 مرة في الثانية، لأنه متردد 60 مرة دورة في الثانية، فنقطة الصفر يعني إن الكهرباء حتنطفي، فلو كان التردد يعني منخفض فالمرور بنقطة الصفر قد يميز عيننا فيظهر على شكل وميض، لكن لأنه يمر بسرعة 60 دورة في الثانية 60 هيرس فعقلنا ما يدرك هذا الشيء، وبالتالي نشعر أن الإضاءة ثابتة، لكن هي في الحقيقة الإضاءة ليست ثابتة بل أنها تومض طوال الوقت. هذه هي إجابة السؤال بتفصيل عميق. طبعا في الاختبار ما أنت مضطر تقول كل هذا الكلام، يعني حط الإجابة الأدنى أو اللي تعتقد أنها أقنعتهم. هذا أكتفي اليوم بهذا السؤال، وإن شاء الله في مرات جاية راح أضع سؤال آخر. أيضا هذا السؤال إن شاء الله راح أرفعه على قناتي في اليوتيوب، فاللي يشوف هذا من اليوتيوب ياليت إنك تشترك في القناة، تعمل سبسكرايب ولايك على الفيديو إذا عجبك، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. شكرا، كان معكم فهد رفاعي.